الموجع لينا لقيت هذايا تفيت نمشيو له تور دو تابل تفيت التور دو تابل وقيت التور دو تابل اكيد نحكيو على خلفيه الاضراب العام اللي صار اليوم 16 جوان 2022 باش نحكيو على تفاصيل الاضراب العام معنا السيد صلاح الدين السلمي الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشات العموميه مرحبا بك سي صلاح الدين مرحبا بك اختي وتحيه ليك وتحيه لكل مستمعي حياتنا سامة الله يخليك سي صلاح الدين نحطوا ساعه قبل كل شيء سي صلاح الدين الاضراب العام في اطاره وللناس يعني باش تفهم اكثر هو الاضراب هذا مبرمج تقريبا من شهر مارس يعني يوم 18 مارس نعقد نجمع الوظيفة العمومية ويوم 29 مارس نعقد نجمع القطاع العام وكل كليهما اقترح لأنه يعني مصدر قرار جزم الجامعة اقترح للعيدة الوطنية اقترح الأضراب من أجل كل واحد نقاط لكن النقاط تقريبا أغلبها مشتركة بين الوظيفة العمومية وبين القطاع العام وأن يعني البيانات هذه والبلاغات لو بينات صدرت على زوج مجامعة بالطبع عند رئاسة الحكومة وعند سلطة الأشراف وعند الدنيا كل بقية في النقاط الموجودة إلا أنه يعني لم يتلقى المكتب التنفيذي أي رد من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية في تلك النقاط المطروحة أو الدعوة إلى النظر فيها إلى حين أنه تقريبا أول جلسة انعقدت يوم 6 مايو من 18 و29 مارس عقدت كان 6 مايو يعني وجلسة الثالثة نهار 20 مايو بناتهم جلسة في التاريخ 26 ثلاث جلسات تقريبا ثلاث جلسات لما نتوصل فيها معناتها لأي اتفاق بالطبع اجتمعت الإدارية نهار 23 و 23 أقرت الإدارية مقترح المجمع الوظيفي العمومي ومجمع القطاع العام بأنه تبنت زوز الأضراب مبدأ الأضراب في الزوز مجامع وخولت المكتب التنفيذي يعني تحديد تاريخ الأضراب طبيعي جدا لما أرى معناتها من هذه الحكومة معناتها جدية في التفاوض خرجت المكتب التنفيذي برمج الأضراب يوم 16 صدد رغم أن بقية الأضراب تبقى القانون تصدر قبل 10 أيام نحن في المكتب الذي أصدرها قبل 17 يوم من تاريخ الأضراب ليش؟ لأعطى فرصة أكثر ما يمكن لأننا نعرف النقاط الواردة في البقية نجم تكون ماشي بتاع جلسة واثنين وثلاثة خلنا نعطوا أكثر ما يمكن فرصة لإيجاد الحلول على الأقل وإيجاد الحد الأدنى اللي نجم يلبي لانتظارات منظورينا للأسف الشديد كانت يعني على الأقل استخفاف واضح وجلي من طرف الحكومة لبرقية الأضراب سي صلاح الدين احنا سمعنا تصريح من عند الناطق باسم الحكومة اللي كان من المقرر باش تنعقد يعني جلسة مع الحكومة للتفاوض قبل الأضراب لا نعقد يعني قلت لك كان الحكومة لم يقعد تدعو المكتب التنفيذي إلى يوم 13 يوم 13 جوان وجلسة اللي وقتها نزلوا نهارين على الأضراب 3 و4 نهار 2 3 و4 جلسة يعني لم تكن بالجدية المطلوبة لم تكن بتحمل المسؤولية اللازمة من أجل يعني تجاوز الأضراب ومن أجل يعني على الأقل إيجاد بعض الحلول للنقاط المطروحة حتى يمكن للمكتب التنفيذي من التأجيل أو من إلغاء الأضراب اضطررنا طبعا لتنفيذ الأضراب بين الجلسة ذيك والأضراب سمعنا هذا التصريح حتى نحن من طرف بالضبط. وزير التكوين المهني والتشغيل التصريح يهمه هو لأنه نحن يعني كان واحد كما يقولوا فاي غني غنوا جناح وجناح ورد عليه معناته لم يقع لا اتصال بينا ولم يقع لا رسميا ولا يعني بشكل مباشر خلينا نتفاهم معك لهنا نعطيه فكره للناس اللي تسمع فينا شنو هي اهم النقاط المطروحه في البرقيه هذه نتاع البرقيه ورد برقيه الاضراب 6 نقاط النقطه الاولى هو اتفاق اللي هو المشروع 20
النقطة الثانية تطبيق الاتفاقات المبرمة. النقطة الثالثة هو التفاضل المفاوضات حول الزيادة في الأجور. النقطة الرابعة هو أنها التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام. النقطة الخامسة هو إنهاء العمل بالمساهمة التضامنية الآن قرصان. والنقطة السادسة هو إصلاح المؤسسات العمومية. هذا يعني النقطة السادسة هي المؤسسات العمومية. هذه تقريبا خمسة نقاط أخرى تهم الزوز من الجامعة، تهم الزوز من الوظيفة العمومية، تهم الزوز من القطاع العام. والنقطة هذه يعني إصلاح المؤسسات العمومية هي الوحيدة تقريبا فرد بها القطاع العام. هنا سيدي خلينا نوضحوا المطالب هذه تجي فانا إثارة، خاطر برشا ناس حابة تحط الإضراب هذايا وكأنه سياسي ما هوش اجتماعي أكثر منه. شوف يا صديقي، لو الاتحاد يحب يعمل إضراب سياسي ما يحشم حتى من حد وما يخاف حتى من حد، أما الإضرابات السياسية وقبلها لي أما الاتحاد. وتذكروا مليح قمة المعلومات في 2005 الاتحاد عمل إضراب ضد زيارة الشرو وهو إضراب سياسي بامتياز. ذكر في 2009 وفاق من اللي ذكر 2009 تعليمنا السياسي في المؤتمر نتاعو في 2009 المعلمين واللي المؤتمر يشرف عليه المركزية النقابية واخذ قرار الإضراب ونفذوا الإضراب بمناسبة اليوم العالمي للمربي 5 أكتوبر 2000 يعني 2009 من أجل مشكلة الحوض المنجم. هذا إضراب سياسي بامتياز. في بعد الثورة بعد 17 ديسمبر 14 جانفي قبل الضربات السياسية واضحة وجلية وعنده عنوان سياسي وعنده حتى عنوان وعند بعض الاغتيالات صارت للشهيدين شكري بالعيد والشهيد الحاج محمد إبراهيم. وبالتالي مش قضية اثنين، هذا مش ضرب سياسي، ليش هذا ضرب عام في القطاع العام. راو راو بالله خمسة وضحاها لليوم بركة حتى في بعض وسائل الإعلام ما زلت تم لخبطة كبيرة. هو الجناع لخبطة حتى في رئاسة الحكومة كي مشينا في الجلسة نهار 13 أنا حتى عند الوزراء كونه ما زلت الوظيفة العمومية معنية بالإضراب. يدي الوظيفة العمومية ما يشبه هذه بالإضراب بذلك فيكم نسبة تجاهنا نحن نعتبرها خارق العادة والنسبة أعطاها الأخ من عام الصباح في تدخله في التجمع اللي حصل قدام مقر الاتحاد وهي 6.22% نعتبرها نسبة جيدة جدا باعتبار انه وهذه النسبه بالمناسبه انا نحيي كل الهيكل الاتحاد وكل المنقاتي اللي انضبطوا لقرار هذه الاولى. اثنين انه اللي الهيكل اللي سواء يعني القاعديه او الوسطى او الوطنيه للعمل كله على ان يعني تأثير الإضراب كل التأثير وكان تأثير جيدا في إنجاح الإضراب وتأثيره أن يكون يعني إضراب من أجل المطالب ولا وشائراته هي مطالبهم لا غير. يعني أريد لا أريد ما أريد لهذا الإضراب اللي كما كان في الفكرة الأخ اللي كان معك واللي معك ويحكي تو على الحوار لجنة الحوار الأخرى أريد من أن يوظف هذا الإضراب، الإضراب بتاع الخدام، الإضراب بتاع مطالب في تحسين ظروفهم في تحسين وضعهم، الإضراب بتاع مطالب مهنية واضحة أن يوظف سياسيين سواء من هذا الطرف أو من هذا، سواء من طرف السلطة أو من المعارض. وهذا لا يلزم الاتحاد في شيء، لا هذا ولا هذا. واضح سي صلاح الدين، مشكور على التوضيحات وعلى دخولك معنا هكا على ليزوند الحياة فام. مشكور جدا مرة أخرى على كافة الديتاي اللي قمت بها هكا. كان لنا عودة على الإضراب العام وإحنا دائما متكون بكافة الأخبار وخاصة الأخبار اللي تفرض يعني نفسها هذيك، علاش هكا نحاول نكونوا على عيون معكم دائما في تردو تابلة. التور دو تابي يلا مازلنا متواصلين معاكم تو دو سويت بوز مع الموسيقى ورجعنا.